بسم الله. دلوقتي هنشوف في الاوبشن حاجه جديده اسمها السبيلنج. السبيلنج دي عباره عن ايه؟ دلوقتي انا كتبت كلمه وعايز اتاكد انها سليمه ولا فيها مشاكل، تمام؟ بلاقي عندي اول اختيار بيقول لي تجاهل الكلمه اذا كانت ابر كيس، لو كلها حروف ابر كيس حروف كبيره خلاص تجاهلها. اللي بعد كده تجاهل الكلمه اللي فيها ارقام، اذا كلمه طالعه 100 ما دام فيها رقم في وسط الكلام خلاص اهمله ما تعملوش شيك. بعد كده تجاهل الكلام اللي هو اول حرف كابيتال والباقي كله سمول، ده يعتبر شعار شركة زي اوتو ديسك فده اهمله. بعد كده بيقول لي تجاهل الكلمة اللي فيها شوية كابيتال وشوية سمول، شوية كابيتال وشوية سمول، تلات تاتو فده دي اهملها. بعد كده بلاقي قاموس بيقول لي انت عايز تعتمد انهي قاموس، عايز تعتمد الامريكي ولا البريطاني ولا الفرنساوي ولا الالماني ولا الايطالي ولا الاسباني. طبعا كل واحد حسب ثقافته بيشوف. انا دلوقتي شغال على مشروع بالفرنساوي، خلاص هعتمد القاموس الفرنساوي بحيث ان هو يوافق على كلمة فرنساوي واي كلمة انجليزي هترد عليها. بعد كده بلاقي الدينيشال ديكشنري قاموس خاصة، باجي هنا ممكن اضيف مثلا الكلمات اللي انا شايف انها صح وبستخدمها كتير في المشروع، زي تو اباف، زي كلمة بامبروم، حاجات كده ممكن هو يعترض عليها مش موجودة في قاموس اضيفها. في اختصارات كده بدل كلمة سكادول احط اول حرفين، بدل كلمة ريفير تو، يعني شوية اختصارات تبعي بحطها. بعد كده بقولك قاموس وحطه قاموس خاص بالكلمات الفرنساوي، ممكن اكتب اي حاجة وبعد كده اقوله فايل سيف وفايل كلوز او اكس. تمام، انا هعلم دلوقتي على اجنور ووردز ان ابر كيس ونجرب الموضوع دوت. اجي هنا تكست عادي وهكتب كلام ليس له اي قيمة، جرب بس ان اجرب الموضوع، وهكتب كلام تاني برضو من انوتيت تكست. تمام، بس الفكرة المرة دي ان انا اخلي كابيتال، ماشي؟ اه تمام. اقول له سبيلينج بيعمل شكل المشروع، بيلاقي ان الكلمه دي ما بيعترضش عليها، هو بيعترض على الكلمه اللي هي السمول، انما المكابيتال هو وافق عليها. فبقول له اجنور، بيقول خلاص هو ده، هي دي بس اللي كنت بعترض عليها السمول، انما الكابيتال مش بعترض عليها. ارجع تاني للاوبشن، تمام، واقول له في السبيلينج شيل قلت الحاجات العادية ريستور، شلت بتاعة الأبر كيس أوكي. أقول له سبيلينج بلي اعترض على الكلمة ديت اجنور، اعترض على الكلمة الكابيتال عمرو سليم.